السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم حبايبي طلاب جريد فور في قناتكم ليتس ليرن، وإن شاء الله النهاردة مع ميعاد مع مادة الماس هنشرح مع بعض فيها لسون 2 في كتاب المعاصر اللي بيتكلم عن Order of Operation، وهو كمان في Unit 8. يعني إيه Order of Operations؟ يعني ترتيب العمليات الحسابية. برضو يا مس مش عارفين، يعني لو أنا عندي الولد ده والبنوتة الجميلة دي، هما الاثنين بيفكروا في نفس الإكزامبلز اللي هو إيه 6 minus 2 divided by 2، وبيسألوا نفسهم هل أنا أعمل start أو أنا أبدأ من 6 minus 2، ولا الولد الأمور ده بيسأل نفسه ولا أبدأ يمس من 2 divided 2. وهو هنا ده الدرس بتاعنا أو ده الليسون بتاعنا اللي هنشوف إزاي نحل الطريقة عن طريق طريقة جميلة جدا عمرنا ما هننساها، اسمها جمس. اسمها ايه مس؟ اسمها طريقة جمس. طب تعالوا كده نعرف يعني ايه طريقة جمس. طريقة جمس بتقولي ان انا لما اعمل start او لما انا ابدأ في المسألة ابدأ دايما بالجروبينج. يعني ايه يا مس لو سمحت الجروب؟ يعني اي حاجة ما بين two brats او قوسين انا اطلع العمليه الحسابيه او الارثماتيك اوبريشن اللي جوه الاقواس الاول. طب اوكي، طب وبعد كده يا مس اعمل الام. ويعني ايه الام يا مس؟ يعني الملتبلاينج وصديقتها حبيبتها اللي احنا دايما تبقى معاها اللي هي الديفايدنج. طب واس يا مس؟ اس مين اس؟ اللي هي سبتراكت. ومين صاحبتها؟ اكيد صاحبتها الاديشن. تعالوا نقولهم تاني، انا عندي الجروب اللي هو الاقواس او اعمل ارثماتيك اوبريشن او العمليات الحسابيه اللي جوه الاقواس الاول، وبعد كده اعمل الملتبلاينج والديفايدنج، واخيرا اعمل السبتراكت والاديشن. طب بانهي ترتيب او بانهي اوردر؟ اكيد هبدا العمليه الحسابيه بتاعتي من الليفت to right، زي ما انا بكتب من الليفت للرايت. هعمل الجروبينج الاول، هعمل الملتبلاي الاول، وبعد كده لو انا عندي ديفيجن هعمل ديفيجن. يبقى نكتبها كده جي ام اس، جي ام اس جروبينج multiplying and division then subtract and addition. طب تعالوا بنا ناخد اول اكزام عندي ونحله مع بعض grade 4. بيقول لي ايه هنا؟ 8 minus 2 times 6. قلنا اول حاجة الجروبينج، يبقى اول حاجة اعمل البراكتس ده 8 minus 2 equal 4. 4 sorry 8 minus 2 equal 6. 8 minus 2 equal 6. 6 times 6 equal 36. طب تعالوا نشوف number B. number B هنا بيقول لي 5 plus 10 divided by 5. ابدأ منين؟ ابدأ من left. في جروبك؟ نو، ما عنديش اي اقواس عندي في المسألة دي. طب ابدأ من الاديشن ولا من الديفايدد؟ تعالوا نكتب الكلمة حبيبتنا اللي هي كلمة الساحر بتاعتنا النهاردة. انا عندي الملتبلاي والديفيجن، هل عندي الديفيجن؟ يبقى عندي الديفيجن الاول، يبقى 10 divided by 5 هي اللي انا هاخدها الاول. 10 divided by 5 equal 2، يبقى عندي 5 plus 2 equal 7. طب تعالوا نشوف نمبر سي، هل عندي جروبنج؟ عندي جروبنج، يبقى اول حاجة انا اخد الجروبنج الاول، يبقى عندي 3 times 4 plus 6 equal 10. 3 times 10 equal 30. تعالوا نشوف another example. 6 minus 4 divided 2. عندي minus و divided. تعالوا نشوف الترتيب. انا هنا عندي multiply
وكمان divided. هنا عندي subtract وكمان plus. Plus و divided. أعمل مين الأول؟ برافو. أعمل divided. جيمس. M. يبقى 4 divided by 2 equal 2. بعندي 6 minus 2 equal 4. تعالوا نشوف نمبر E. نمبر E هل عندي grouping؟ Yes. يبقى الأول أتخلص من الجروبينج اللي هي الأقواس. 5 plus 3 equal 8 divided by 2 equal 4. نمبر F بتقول 14 divided by 7 times 2. طب مع بعضنا another slide. عندي هذه السلايد بتقول 1 plus 6 times 7. نكتب هنا جيمس عشان ما ننساهوش. Grouping times and division add and subtract. طب تعالوا نشوف. انا عندي add و times. ابدأ بمين؟ ابدأ بالtimes. 6 times 7 equal 42 plus 1 equal 43. طب تعالوا كمان. عندي grouping؟ yes. افك الgrouping الاول او اتخلص منه. 16 plus 4 equal 20 divided by 2 equal 10. نمبر C بتقول 2 times 5 minus 8 divided by 4. ايه يا مس ده كبيرة جدا المرة دي، ولا كبيرة ولا حاجة. تعالوا بس نمشي كده بالترتيب. انا عندي جيمس. جروبنج، هل عندي جروبنج؟ نو. عندي multiply؟ yes. عندي division؟ عندي subtract؟ طب هنمشي ازاي؟ ده انا عندي multiply الاول. جيمس فيها multiply الاول التايمز، يبقى اعمل التايمز. امشي مع المسألة خطوة خطوة. grade 4 يلا بينا. 2 times 5 equal 10 minus 8 divided by 4. خلاص كده انا بقى عندي division وعندي ماينس في المسألة. مين فيهم الأول في الأوردر؟ ده أنا عندي الديفيجن الأول، يبقى أتخلص من الديفيجن قبل ما أعمل سبتراكت. يبقى 10 ماينس 8 divided by 4 equal A كام؟ equal 2. طب خلاص أنا كده بقيت عندي مسألة بسيطة جدا. 10 minus 2 equal 8. ونكملين في كتاب المعاصر بيج 73. وعندي نمبر 2 بتقول يلا نعمل الستردنت اوردر اوف اوبريشن. تعالوا ناخد واحده واحده كده. ناخد دي، يلا بينا. نكتب هنا جيمس علشان ما ننساهاش. اوكي يلا. جروبنج وي اهو، وعندي times we divided. عندي add subtract. subtract صاحبة او الانتيم بتاعت ال add، والtimes او multiply الانتيم بتاعت ال divided. تعالوا بينا. عندي times وكمان plus. انهي واحدة الاول؟ برافو times. يبقى 8 times 2 equal 16 plus 13. خلاص نكمل. 3 plus 6 9. 1 plus 9 2 فبقيت 22. طب تعالوا ناخد كمان دي. عندي times وماينس الاول، برافو التايمز. 6 times 5 جريد 4، برافو. انا سمع ناس كتير بتقول 30 minus 12. اكيد كلنا عارفين ازاي نعمل ماينس. 10 minus 2 0 minus 2 طبعا ما ينفعش. 0 10 minus 2 equal 8 و 2 minus 1 equal 1. طب تعالوا نشوف دي. يلا plus divided. plus divided انهي الاول؟ divided ولا divided ولا plus؟ بالضبط الاول divided. يبقى هنعمل divided الاول. يبقى 5 plus 8 divided by 2 equal 4. برافو equal 9. طب تعالوا كمان ناخد دي. divided وبعد كده minus. مين الأول؟ برافو divided. 80 divided by 8 equal 10 minus 7. يا دي بسيطة جدا equal 3. تعالوا ناخد واحدة grouping. يلا number H. نعمل ايه؟ الجروب الأول. 30 minus 6 اللي هي equal كام؟ برافو 24 divided by 3. مين حافظ table 3؟ كلنا طبعا grade 4 يا مس حافظين table 3. 24 divided by 3 equal 8. تعالوا ناخد واحدة من اللي تحت. بتقول لي 18 times 2
plus 8 minus 3 يعني مس كبيرة جدا ولا كبيرة ولا حاجة. تعالوا نكتب جيمس جروبينج تايمز ومعها الانتين بتاعتها ديفايدد عندي سبتراكت والانتين بتاعتها بلس. هناخد ايه من الاول التايمز ولا البلس ولا الماينس؟ برافو ده التايمز. طب 18 تايمز 2 ولا حاجة انا مش حافظها صح، بس تعالوا كده نعملها وبكمان نفتكر بيها التايمز. 2 times 8 أو 8 times 2 equals 16. 6 carry up 1. افتكروا 2 times 1 equal 2 plus 1 equals 3. يبقى الانسر عندي ايه؟ 36. 36 plus 8 minus 3. اعمل البلس ولا الماينس؟ طبعا اعمل البلس الاول. يبقى equal هنا هو 8 مع 36 وما بينهم بلس. 6 plus 8 equal 14. 4 we carry 1. 3 plus 1 equal 4. يبقى equal 44 minus 3 اللي هي equal 41. آخر مسألة معنا النهاردة اللي هي number E. number E بتقول 10 times 3 plus 15 divided by 5. طب جيمس بقى بتقول ايه؟ ما عنديش جروبينج. طب عندي multiply وعندي plus عندي divided طب تعالوا نمشي مع المسألة واحدة واحدة. اول حاجة المultiply اللي هو times 10 times 3 equal 30 plus 15 divided by 5 اتفضل معايا بلس وكمان ديفايدد. طب من الاول برافو الديفايدد الاول يبقى 30 بلس اللي هيطلع من الديفايدد 15 ديفايدد باي 5 برافو ايكوال 3. طب يبقى خلاص بقيت مساله سهله 30 بلس 3 ايكوال 33. وبكده نكون خلصنا ازاي نعمل اوردر للماثماتيكال اوبريشن للاوردر ترتيب العمليات الحسابية عن طريق كلمة سهلة خالص، مجرد ان انا احفظ جيمس واعرف ان جي هي جروبينج ام تايمز او والانتين بتاعتها الديفايدد وكمان عندي سبتراكت البلس والاد والسبتراكت. هبدأ دايما من الليفت، هبدأ من التايمز وبعد كده الديفايدد والبلاس وبعد كده السبتراكت. وبكده جريد فور نكون خلصنا هذا السيشن وهو عبارة عن الأوردر أوف ماثماتيكال أوبريشن. استنوني إن شاء الله كده نكون خلصنا الحاجات اللي كانت مترحلة علينا من الترم الأول. استنوني إن شاء الله في أول فيديو عن الفراكشن. أسيبكم في رعاية الله، ياريت اللي يعجبه الفيديو فيكو يعمل له لايك وشير وتعملوا سبسكرايب للقناة. دمتم دايما في رعاية الله. جريد فور، باي باي، مع السلامة.